السلام عليكم ورحمة الله. اسمعوا الحديث ده اللي بيوريكم ازاي الإسلام حريص انه يعلمنا كل شيء، لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام لو ما قالش موضوع معين يروح نازل سيدنا جبريل يقول للنبي قل لهم علمهم. لا، ده المسألة وصلت ان سيدنا جبريل ممكن يتمثل في صورة رجل ويدخل على النبي يسأله والنبي يرد عليه عشان الصحابة تتعلم. يا خبر! اسمع حديث من أهم الأحاديث، الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يا سلام! شديد بياض الثياب يعني جلبته بيضة، شديد سواد الشعر شعره اسود، لا يرى عليه اثر السفر يعني معلوش العفره بتاعت السفر. مفروض انه راجل غريب وجاي، فالغريب دوت يكون عليه التراب بتاع السكه والعفره وبتاع مكفهر وعرقان ومعرفش ايه، لكن ده معلوش، ده يعني جاي من داخل المدينه. الله! يبقى المفروض انهم يعرفوه، لا يعرفوه ولا عليه اثر السفر، وده مصدر الغرابه. شوف الوصف بتاع سيدنا عمر يا أخي، كأنه جايب لوحة ويرسمها. شوف يقولك إيه: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. المهم بيقولك حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني نزل على ركبته كده قدام النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه، حط إيده كده كأنه متحفز كده قدام منه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. الله! صدقت إزاي؟ يعني هو طبعا النبي صادق، بس هم مستغربين منين بتسأله ومنين بتقوله صدقت، يبقى أنت اللي جاي تمتحنه بيمتحنه ولا إيه ده؟ الصحابة مستغربين. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبست مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك الحديث ده كله فوائد. الإسلام وقال له الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، الإحسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، إنما علامات الساعة والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إنما علامات الساعة إيه؟ إن الموازين تتقلب، وإن المعايير تتشقلب، وإن الدنيا ما بتدومش الحد. عشان كده قال: أن تلد الأمة ربتها، أيام الرقيق، واحدة تباع في سوق العبيد وتتحول بعد كده إلى ملكة من الملوك، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، يعني اللي كانوا رعاة غنم وبقوا مليونيرات، أو بقوا عندهم ناطحات سحاب، أو ارتفع أمرهم، اتشقلب الكيان الاقتصادي في العالم بالكامل، للدلالة على أن الدنيا إيه؟ ما بتدومش الحد. يبقى الدنيا زائلة ولا باقي إلا الله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.